السلام عليكم. نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن، وجاء في تنبيه لذات المصالح أن تساقط الأمطار ستمس كل من ولاية تبسة، باتنا، برج بعريريج، أم البواقي، خنشلة، مسيلة، وكذا ولاية الجلفة، تيارة، الأغواط، المدية، البويرة، سعيدة، بالإضافة إلى ولاية الجنوب بكل من عين قزام، تمن راس، أدرار، جانت، إليزي، برج باجي مختار، وعين صالح. هذا وستبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم الخميس وإلى غاية منتصف الليلة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.